السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الوجهه ديالنا مضيق تودغي اللي معروف ايغور شتينغير. يلا تكتشفوا معنا هذه المنطقه اللي فريمون واعره بزاف. مضيق تودغي او مضيق تودغا او ايغور شتينغير هي بوابه مدينه تينغير، وهي وجهه سياحيه جميله جدا وكتجلب الزوار من كل انحاء المغرب وحتى خارج المغرب. وكتميز منطقة دودغا بهذه الأحجار المرتفعة جدا ذات اللون الأحمر ونهر دائم الجريان. وهذا المكان متنفس لسكان مدينة تينغير وكيساهم في ارتفاع اقتصادها وازدهار المدينة. شوفوا الاخوان، هذا الماء كيخرج من هذه الشقوق اللي كاين في الحجر، وهذا الماء تبارك الله بارد كيشربوا منه الزوار وحتى الناس اللي كيرعاو هنايا. من هذه المنطقه معروفه بالرعي. شوفوا سبحان الله، هاد العين كبير شويه كيخرج منه الحوت، الماء كيخرج وكيخرج منه الحوت سبحان الله. شوفوا سبحان الله الارتفاع ديال الاحجار ذات اللون الأحمر. الإخوان الآن كنتواجدوا في المنبع الرئيسي لنهر تودغا. هذا النهر اللي كيجذب السياحة من كل أنحاء العالم بنقاء وصفاء الماء ديالو، وكيطفي ضماء المواشي ديال الروحة اللي كيتواجدوا في هذه المنطقة. لا هذا مزيانك.
هكا. انا وتخدي وتخنا ديالنا حاسب على اني تفضل خدم الطريق مليون يا طنين الشكل يا طنين ود مشتيقة ونا انتقيت ونقص 11 من الريال اي يس يس تمن تشتي ينسين مرحبا غير زي ما كعجبان ود بصراحة يحلى نوي شي انت ما نويت قاعد لازم تسخن 5 دراهم الإخوان لاحظت وجود مغارة قريبة للأرض غنوقف نمشي نتخليها بقاو معانا نكتشفوها جميع هنا طلعت للمغارة ولقيت المغارة غير صغيرة ماشي شي مغارة كبيرة الإخوان اللي عجبوا الفيديو ما يبخلش علينا بالاشتراك في القناة